اهلا وسهلا بالشباب، شرفت يا ابطال الرجال. اليوم بحلقه جديده من سلسله اللعب، اليوم في اشي جديد وبهم فئه معينه، فئه تتمنى انه هذا الاشي يوصلها، وبتمنى تركزوا معي. ركز معي. الصوم، انا عملت في هاي القناة اكثر من 200 فيديو واغلبها كورسات، وهي بتستهدف اي انسان لتنتشله من اي قاع هو فيه وتزرع فيه بذرة تخليه يعرف يدير حياته. هذا الاشي الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصله لاكثر من 200 الف شخص. يمكن مش كلياتهم بتابعوا كل الفيديوهات، لكن اصطدم بفيديوهاتي وصلت رسالتي لاكثر من 200 الف شخص، وان شاء الله يكونوا اكثر. لكن في فئة صغيرة، يعني حط صفر فاصلة وعد صفار زي ما بدك على الشمال، شايف قديش بتكون هاي الفئة صغيرة؟ وهاي الفئة ما قدرنا نوصل، وكيف نوصل لهم وهم فاقدين هالحاس؟ لكن مش بالضرورة، بجهود عشرات الأبطال قاموا بمهمة سامية، واللي هي ترجمة فيديوهات القناة من اللغة العامية اللي أنا بتحدث فيها بالعادة بفيديوهاتي لترجمة زي ما أنتوا شايفينها هيك، اللي هي subtitles بلغة عربية فصحى، يقدر أي إنسان أصم إنه توصلوا هاي الرسالة. لذلك يا أبطال، مهمة إلك، مهمة إلك، أي واحد فيكم بيعرف إنسان أو إنسان صوم يوصل لهم هالهدية، يوصل لهم هالرسالة، لأنه الآن فيديوهات القناة كليات الحمد لله رب العالمين أصبحت تدعم فئة الصوم، وبنحكيها بفخر، وأنا بحكي بفخر بعد الأبطال اللي قاموا بهاي المهمة السامية، لأنه هذول الناس بالظاهر أنت بتشوف أنه ما بيسمع، يعني في عنده حاسة ناقصة، لكن ربنا أخذ منه أشياء وعطاه أشياء كثيرة، ومن هاي الأشياء اللي تلاحظ عليهم أنه عندهم همة عالية كثير، فبدنا نوصل هذول الناس. كل إنسان عنده الحق، هاي رسالة اللعبة، كل إنسان عنده الحق إنه يقرر مصيره، فهذا هو دورنا في هذا المجتمع. إحنا في مجتمع اللعبة، مجتمع القوي فيه بيساعد الضعيف، اللي ناقصه إشي واحد ثاني عنده إياه بيعطيه للإنسان اللي ناقصه هذا الإشي. باقي الفيديو إن شاء الله راح يكون إهداء لهذول الأبطال والبطلات اللي قاموا بهاي المهمة السامية، وأنا كل فخر بهذا المجتمع كفرد قبل ما أكون مؤسسه. وبهمة الأبطال لو سمع بنا المتنبي لتعجب عندما قال وأسمعت كلماتي من به صمموا ولم يفعل وفعلنا نحن. عاشوا الأبطال.